السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي وحشتونا، وأسفين جدا إن احنا اتأخرنا عليكم الفترة دي من غير دروس أكتر من أسبوعين، ظروف خاصة معلش سامحونا. حقيقة أنا جات لي فكرة كده وخدت رأيكم فيها في الجروب، في جروب تعليم الكولا، إن احنا نكسر الجفاف بتاع موضوع المقامات ونخليه كده أكثر محبش كده اكتر كده ويشد اهتمام الناس اكتر، بان احنا بدل ما ندي امثله موسيقيه وخلاص ناخد اغنيه ونعلمها، نعمل تعليم عليها، وبكده الشخص اللي هو بيسمع الدرس مش بس هيعرف الجزء الفني الموسيقي بتاع المقام، ولكن ايضا يعرف يطبقه على اغنيه ان شاء الله يكون بيحبها. احنا عملنا، سالت حضراتكم كده ايه اللي تختاروه، انا كنت مدي الحقيقه اخر 4 اختيارات، ما شاء الله كل واحد فيكم تقريبا قال اختيار كمان غير الاربعه اللي انا كنت حاططهم. يعني هو طبعا انا على عيني وعلى راسي ان شاء الله اعمل لكم كل اللي اقدر عليه، لكن انا مش هقدر اعمل كل ده في درس واحد. فانا ان شاء الله اغلب الطلبات اللي حضراتكم طلبتوها هنعملها فيديوهات تعليميه، مش هننقل من المقام ده غير لما نعمل 4 5 اغاني تكون على مقام الحجاز، بحيث نشرب المقام ونعرفه ونعرف اوضاعه ونعرف كل حاجه عنه ونعرف نعزف عليه كويس خالص. تمام. فاحنا انتوا اخترتوا، الحقيقه كان عندي في 2 طلب واغنيه حبيبي وعينيا الاستاذ محمد فوزي الله يرحمه، اغنيه جميله جدا طبعا، وفي 3 طلبوا مضناك. اغنيه مضناك هنبتدي بيها لان هي فيها ميزه انه فيها تحويله راست جميله وقويه، وهتقدر توضح لنا ازاي بنحول جنس الفرع في اتفضلوا ان ازاي نقدر نحول جنس الفرع في الحجاز من هاوند زي ما هنقول لراست. احنا مش هنتكلم كتير في حاجات نظريه، لكن هنعدي بسرعه كده على مقام الحجاز ونقول لحضراتكم تكوينه، ونقول لحضراتكم بنلعب جنس الحجاز من كم مكان في الكوال. نظريا الكوال اهي اقدر العب مقام الحجاز من كل ثقب في ثقوب الكولة أقدر، ولكن زي ما قلنا دايما أنا طالما عندي اختيارات كتير وتصوير، برضو احنا هناخد مراجعة خفيفة كده على درس التصوير، طالما عندنا تصوير ف هيلاقي أوضاع إن أنا مثلا أغلب الثقوب بفتح انصاص ما بفتحش الثقوب كاملة، وزي ما اتفقنا إنه ده كل شيء بيجي بالتدريب، ولكن طالما احنا لسه بنتعلم ده مش مطلوب. واصلا لو انا في ايدي، حتى لو انا راجل قديم وفي ايدي ان انا اسهل على نفسي، انا هصعب على نفسي ليه؟ امسك العقله اللي اقدر اعزف منها من مكان مستريح واحط حلياتي بشكل حلو، يبقى عملت اللي انا عايزه. تمام. هنفتكر مع بعض معلومه واحده سريعه، قلنا اي نغمه، طبعا الكلام ده في الغالب قاعده ليها شواذ، ولكن دي قاعده، اي جنس بيبتدي من الدو بيبقى عقد، يعني 5 درجات بيقفل في الصول، دو ري مي فا صول، يبقى قفلنا عند الصول. واي حاجه بتبتدي من ري بتبقى اسمها جنس، و4 درجات ري مي فا صول. واي حاجه بتبتدي من المي نص بيمول بيبقى اسمها طبع، وبتبقى 3 درجات مي نص بيمول فا صول. يبقى كل اللي في جميع الحالات بنقفل عند الصول كالعاده. احنا بنشرح على ان احنا ماسكين كولا دوكا، لكن احنا ماسكين الكولا الجهر، وده الوضع اللي بنطلع منه نغمه الصول في الكولا الدوكا، ده الوضع اللي بنطلع منه نغمة الصول في كولا الدوكا. فكل أجناس الفرع تقريبا، مش تقريبا، مش كلهم، الغالبية الساحقة من أجناس الفرع بتبتدي من الوضع ده، نهاوند، حجاز، صبا، أي حاجة هتبتدي منها. فدي معلومة أساسية. النهاردة هنستخدم التصوير. طبعا احنا شرحنا المرة اللي فاتت وقلنا انه برضو من هنا، من الوضع ده، اخد راست بتاع كولا فرعيه. عندي كولا اساسيه اللي هي الدوكا، من هنا ده عندي راست صول، هشيل صباعي، النغمه اللي بعديه لا، يبقى انا عندي الشكل ده ابتدي منه كولا مشتقه اللي هي كولا الحسيني، الدوكا تديني الحسيني. وهنلاقي كده ترتيب الكولا، هو لو انا بلعب مقام راست هيبقى عندي كده صول لا مي نص بيمول اهو زي ما احنا شايفين كده، وهنا هيبقى عندي التحويله الوحيده ان انا هقفل الثقب ده وده هفتحه نص وهفتحه كامل. فهيبقى عندي كده اهو ترتيب الثقوب، ادي صول
وادي الله وادي النص بيمول، وبعدين هنزل هنا قفل الكولة هفتح، وبعدين هفتح نص فتحة وافتح 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 كده. دي كولة حسيني بنفس ترتيبها، بنفس ترتيبها بالظبط تبقى كولة حسيني. الحجاز بقى هنقوله ونقول تصويره بيجي ازاي في الوضع ده. الحجاز زي ما اتفقنا ابعاده نص، احنا قلنا انه اي نغمة في السلم الموسيقي المسافة بينها وبين النغمة اللي بعديها تون الا استثنائين، هما المي والفا والسي والدو، دول بينهم انصاص. يعني كده دو ري مي فا، الفا ما فيش بينهم مسافة اهو، سول لا سي دو، يبقى المي والفا اهم والسي والدو اهم، تمام كده ما فيش بينهم غير نص تون. فاحنا اتفقنا على الكلام ده بنفتكره بس عشان ده هيكون مهم. فاحنا بنقول ابعاد الحجاز ايه، هنمشي بقى مسافته ايه، نص واحد ونص نص، دي ابعاد الحجاز. طبعا احنا الحجاز بيبتدي اساسا من ري، يعني من هنا، دي نغمه الري اهي، فالنص من هنا، يبقى انا هفتح نص سق كده بالطريقه دي او بالطريقه دي حسب ما اللي انت بتستخدمه، تمام. يبقى في عندي هنا نص، وبعدين واحد ونص هفتح، هفوت السوق ده مقفول وهفتح ده نص، تمام. ممكن افتح السوق ده عادي. يبقى انا ببتدي كده ري مي بيمول فا ديز، تاني ري مي بيمول، ودي الوضع ده فا ديز، لان كده انا قافل يبقى فا، القفل ده فا وفتح النص فا ديز. فدي اول ايه، ده جنس الحجاز صوته كده. طبعا عارفينه صيغه الاذان منه زي كده، كلنا عارفينها دي برضو، ممكن هنشرحها ان شاء الله لانها كانت موجوده في الطلبه، اول طلب الطلب ان شاء الله هنعمله. ادي كده الجزء الاول من المقام خلص، جنس الحجاز. جنس الفرع بيبتدي من هنا، هو نهاوند او راست، في مدارس في الموضوع ده. النهاوند من هنا ايه؟ قلنا النهاوند ابعاده واحد نص واحد واحد، من اللا اسف من السول للا واحد، من اللا للسي بيمول نص، من السي بيمول للدو قفل الكولة الجواب او فتحها كده واحد، ومن الري اسف من الدو للري واحد. يبقى كده خلصنا المقام. يبقى الجزء اللي هنا سول لا سي بيمول اللي هي ربع فتحة دو أو دو ري، خلص المقام، هو ده مقام الحجاز. نسمعه. لو جنس الفرع كان راست، وهو ده برضو بيعتبر ضمن مقام الحجاز مش مقام تاني، بيبقى نفس المقام بالظبط، بس جنس الفرع هنا عشان اخلي ده راست، بدل ما افتح دي الربع فتحه هتبقى نص فتحه او ثلاث ارباع فتحه. الكلام ده بيعتمد على حجم الثقب او قطر الثقوب اللي عندك، تمام. فنرجع نقول الجزء ده، معلش، لو احنا عايزين ناخد من هنا راست، ده بدل ما اخده ربع ثقب هيبقى ثلاث ارباع او نص، وقلنا ان الكلام ده بيعتمد على قطر الثقوب. الثقوب اللي حضراتكم شايفينها دي 7 مللي او 7.5 مللي، فلو انا فتحت هنا نص ثقب باخد نص تون عادي، ومحتاج افتح تلات ارباع ثقب عشان اخد السيكه. لكن في كولات كتير الثقوب اللي فيها ممكن توصل ل 10 مللي. طبعا في 10 مللي ما ينفعش تفتح نص فتحه لانك هتفتح 5 مللي. انا لما بيبقى عندي 7 مللي بفتح 3 مللي ونص، لو فتحت 5 مللي هتروح على ربع تون اكتر. حضرتك بتكون اظن فهمتوا المعلومه. يعني اما انا بقول نص فتحه انا قصدي نص تون. الكلام ده بقى بيعتمد حضرتك تبقى انت اوتوماتيك عارف الكولة اللي عندك تمامها ايه، قطر الثقوب اللي فيها ايه، وبتفتح الثقوب اللي عندك نص او ثلاث ارباع او ربع حسب قطر الثقوب اللي عندك، تمام. طيب فلو احنا قلنا راست يبقى هنزود الفتحه اللي هنا شويه، المقام كله هيبقى نفس المقام. نسمع. وده مستخدم كتير على فكره، يعني في اغاني كتير منها مضناك فيها جنس الفرع بيبقى نهاوند ويبقى راست، بيبقى الاثنين وبيفرق من كوبليه لكوبليه في نفس الاغنيه، تمام كده. طيب
شفنا كده مقام الحجاز. هنشوف بقى جنس الحجاز لوحده ده ممكن نلعبه من كام مكان في الكولة. عندنا في أربع، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، في خمس أماكن ممكن نطلع منهم جنس الحجاز، بعضهم أساسي وبعضهم ليه أدوار تكميلية. طيب زي إيه؟ أول حجاز عندنا هو حجاز الضوء، حجاز الضوء من قفل الكولة كلها. زي ما قلنا هيبقى نص واحد ونص نص، خلاص احنا مش هقول تاني الكلام ده. فلو انا هنا دو، طبعا الحجاز ده اغلى حجاز في الحجازات. ليه بقى؟ كل ما الكولة تكبر، شوف حضرتك لما انت بتيجي تقفل الثقب ده بيبقى فيه استريتش في صوابعك، يعني صوابعك فاتحه حوض كده على تحت. فلو احنا مثلا، طبعا انتوا عارفين ان انا ماسك جهار برغم ان انا بتكلم دوكه، لو جينا مسكنا الدوكه دي اهي وهي اكبر، شوفوا حضراتكم انا صوابعي كبيره كمان، بصوا حضراتكم بقيت انا صباعي ممطوط قد ايه عشان اقفل الثقب، شايفين؟ فلما انا اجي اقول لك هنا عايز نص، فانا عايز افتح ده نص فتحه بقى. لما انا اجي افتح ده نص فتحه سواء كده او كده، صوابعي متشن، صباعي متشنج خالص، ومفروض الموضوع ده مش ظريف، يعني هو يتلعب بس ما هوش سلس زي بقيه الثقوب، لان كل الثقوب التانيه ممكن تبقى صوابعك فيها متنيه، فالكنترول عليها بيبقى احسن، ممكن توديها وتجيبها زي ما انت عايز، الا ده، الا ده يعني صعب قوي يبقى ده متني، غير في كوله صغيره زي الكوله الحسيني مثلا او النوى او الكولات الاصغر من كده. فالحجاز ده غلس، لكن هناخده لان هو مهم، بيتعمل عليه تحويلات. طيب من هنا هيبقى ايه؟ فانا عندي هنا نص فتحه دو، هيبقى عندي ريبي مول نص فتحه، وبعد الريبي مول مي بي كار، هيبقى هنا نص فتحه وبعدين فا، يبقى هنا الصباع ده ما بيتحركش، دو ريبي مول مي بي كار فا، ازاي؟ اهو هو ده، تمام؟ وانا بقول لكم ده اغلس واحد. التاني قلناه بتاع الري اللي هو من هنا، التالت بتاع الفا، حجاز الفا بيتلعب من هنا من الوضع ده، بيبقى فا طبعا هتفتح ده نص، عندك سول بيمول لا بيكار وبعدين سي بيمول اهو. طب احنا بنستخدم ده فين؟ في الصبا، شوف الصبا، احنا بنبتدي صبا كده من هنا، بنبتدي جنس حجاز في قلب الصبا اهو، ده حجاز، حجاز الفا، تمام؟ فيبقى احنا كده عرفنا حجاز الفا. بعد كده عندي حجاز من الصول من هنا، وده حجاز مهم قوي لان ده اسهل حجاز في اللعب، يعني ده اسهل حتى من الوضع الاصلي، وهقول لحضراتكم ليه. طيب من هنا العب الحجاز ازاي؟ هيبقى عندي صول لا بيمول، هاخد نص بعدين هاخد واحد ونص، يبقى سي بيكار، قلناه في الشوري وقلناه في السوزنك، صول لا بيمول سي بيكار، وبعد كده دو ري بي بيمول فا، يبقى كده. طب ليه ده اسهل حجاز؟ علشان الاماكن اللي فيها انصاص عندي مكانين فقط، يعني ده اقل حجاز في اماكن فيها انصاص. هنا الثقب ده عندي فيه نص، والثقب ده عندي فيه نص، غير كده كله ثقوب مفتوحه، فهو سهل. فبعد كده عندي الحجاز بتاع الله اللي هو من هنا، هيبقى نص سي بيمول، وبعد السي بيمول هاخد واحد ونص، هتبقى ري بيمول، الري بيمول بلعبها من هنا نص ثقب في الجواب. طب ازاي؟ اهو تمام كده. انا قلت لكم دلوقتي كل الحجازات، علشان قدام هناخد مثلا الحجاز كار، هيبقى فيه حجازين المقام، فيه حجازين، هناخد الاثر كورد المقام فيه حجازين، فحجاز من الطبقه الاساسيه، ومره حجاز من السول، ومره حجاز من الله. فانا وريتكم كده المره دي كل الاشكال الحجازات اللي احنا ممكن نستخدمها، مش كل اشكال الحجازات في الكوله، هم اكتر، بس دول اللي هنستخدمه عمليا. خلصنا احنا كده بقى من الجزء النظري اللي في الدرس، نخش بقى في الجزء الايه بتاع الاغنيه الجميله بتاعت مطناقه جفاه مرقده، او جفاه مرقده باللغه العربيه الفصحى. الاغنيه دي حجاز، تمام؟ فهي بتبتدي من جنس الحجاز عادي،
وجنس الفرع بتاعها نهاوند، الجزء بتاع مدنقجة فهو مرقده كله لغاية ما يوصل للمقطع بتاع جحدت عيناك زكية دمي. المقطع ده رست. طب رست منين؟ رست من جنس الفرع، يعني مش رست من هنا. لو انا بلعب الحجاز من هنا هيبقى الرست من هنا، وهيركز عليه كتير قوي، يعني هيلعب السيكة دي هتتلعب كتير، اللي هنا المفروض العبها تلات ارباع فتحة، تمام كده؟ طيب انا لو صورت الحجاز زي ما قلنا، في كولة عندنا بتبتدي من هنا، لكن تصوير الحجاز لوحده مختلف. الحجاز افضل مكان اصور فيه ان انا ابتدي من الصول من هنا. طب لو انا ابتديت هنا الحجاز من الصول، بقى عندي صول لا بيمول سي بي كار دو زي ما اتفقنا، ري مي بيمول فا، ده كده الحجاز الاساسي اللي هو هنا نهاوند. فين النهاوند بقى؟ النهاوند اهو دو ري مي بيمول فا، هو ده الحجاز، واحد نص واحد هو. طب ايه الفرق بين النهاوند والرست؟ ان الرست بيبقى ده بدل ما هو مي بيمول بيبقى مي نص بيمول، هو ده الفرق الوحيد بين النهاوند والرست على فكرة، بين الجنس ده والجنس ده. طيب فلو انا لعبت من هنا بقى جنس الفرع عندي اللي بيبتدي من هنا الرست. طب ما هو الرست من هنا مكانه الطبيعي اللي هو ده في الجواب اهو. طيب بقى انا عندي كده اختيار لازم اخده، هل انا العب الحجاز من مكانه الاصلي والعب الرست من هنا وهو سهل بس مش 100% زي الرست اللي من هنا، ولا العب الحجاز من هنا والعب الرست من هنا. طيب هل الاغنيه فيها تحويلات تانية؟ اه في تحويله تانية، جمله واحده فقط، مزوره واحده، رجعه واحده، بيرجع لما بيقول باب السلواني واقصده بيرجع بياتي. فلو انا لاعب الحجاز من هنا هرجع بياتي من مكانه هنا هيخدمني، لو انا من هنا هضطر العب بياتي من هنا، وانا قلت قبل كده البياتي من هنا غلس لانه هيبقى ايه سول لا نص بيمول سي بيمول، فهتلعب كده. انا شخصيا اشوف ان انا في الحاله دي بما ان انا عندي نص الاغنيه رست ان انا هصور والعب الرست مستريح، بما ان دي مزوره واحده فقط، يعني هزور المنطقه دي 5 ثواني في زمن الاغنيه، فلا انا ممكن العب الحته دي مش هتضايقني كتير لان هو مركزت عليها. تعالوا نحلل بقى ونشوف الاغنيه دي ونمشيها واحده واحده كده مع بعض. اول حاجه هنبتدي نلعب الحجاز من هنا زي ما اتفقنا، تعالوا نسمعه مع بعض اهو. زي ما انتم شايفين فتحة السي بي كار بتدي صوت رقيق كده وفي شجن جميل. طيب مضناكة بتبتدي من الحجاز هنا، الأستاذ محمد أبواب الله يرحمه ركز كتير على جنس الفرع، يعني بيلعب من جنس الفرع ويريح بس على الجنس الأصلي، جنس الأصلي اللي بيبتدي من هنا وجنس الفرع اللي بيبتدي في الجواب من الرست من هنا، يعني أغلب اللعب بتاعي الأساسي هيبقى من المنطقة دي، تمام كده؟ وهيستخدم رجعات الحجاز اللي هي دي اللي هي نص واحد ونص دي بس عشان يركز ويقوم نازل تاني، عشان كده انا قلت لكم العبها من هنا احسن. طب نسمعها بقى حته حته كده، انا هقرب للكاميرا وعايز حضراتكم معلش تحاولوا تبصوا على صوابعي. لو الطريقه دي ما ناسبتكوش ممكن نقولها حرف حرف، بس انا عاوزكم تشوفوا اهي اهي، ادي البدايه من الصول، دي سي بي كار اهي، دي كررناها مرتين، يبقى انا بعمل ايه؟ سول دو ري دو سي بي كار مرتين. بعد كده هيبان شخصية النهاوند لأن أنا هنزل بقى على إيه؟ على المي بيمول. شايفين النص أهو؟ رجعت للسي بيمول للسي بي كار، هرجع بقى بعديها لللا بيمول اللي هو إيه؟ هنا الحركة دي خلي بالكم، هنا بفتح الثقبين دول وأنا نازل بقفل ده وأخلي ده نص. كده.
يبقى هو التتالي المقام كده اهو 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 على طول، وانا راجع انزل كده واهو، يبقى اهو. طيب يبقى ناخد المزمورة دي كده على بعض، هسمعها لكم بس سريعة. سهلة. المزمورة اللي بعديها هتبتدي كده، هتبتدي من هنا اللي هو لا بيمول، لا بيمول سي بيكار دو، سي بيكار لا بيمول، تكرار المزمورة اللي فاتت، ري دو سي بيكار لا بيمول سول. طيب اسمعها على بعض. طيب لغايه دلوقتي انا بلعب ايه على منطقه الحجاز، وبنزل بسند على جنس الفرح. نسمعهم بقى المزورتين على بعض. ارجو انهم يكونوا واضحين. بعد كده هناخد المزوره الثالثه. المزوره الثالثه بقى بتبتدي من الفا، من هنا اهي. انا نزلت سلم موسيقي فا سول لا بيمول سي بيكار اهو، دو سي بيكار لا بيمول سول. دو سي بيكار لا بيمول سول فا. طب اسمعها على بعض عشان برضو ناخد فكرة. تمام كده. طيب انا مش عارف طبعا انتوا بتفضلوا ان انا اقول النغمات ولا اوريكم بس العزف بشكل بطيء، عشان كده انا بحاول اعمل الاثنين. يا ريت في الكومنتات تتكرموا علينا وتقولوا لنا وتساعدونا ايه الطريقه الانسب ليكم علشان اقدر اكمل عليها او يعني اجود فيها كمان. بعد كده بقى هنبتدي احنا الجزء الاولاني اهو زي ما شفنا متوزع بين الحجاز اللي بيبتدي من هنا وبين النهاوند اللي بيبتدي من هنا في الأهمية يعني متوازن. الجزء الثاني هيركز هنا أكتر. شوفوا هنا. تاني. سي بيمول، سي بيكاردي. كده. تا تا. هنا خدت المي بيمول. دي فا اهي. مي بيمول. ري. تمام؟ طيب نشوفه على بعض كده. تمام. طبعا حط حذيات بقى براحتك الاغنيه تسمح. هننزل اكتر بقى، احنا نزلنا لغايه الفا، هننزل اكتر من الفا، نروح للسول. هنبتدي من ري. ركزت هنا على الدو، سلم راجع. سول فا مي بيمول ري
هنا من مي بيمول للدو، ري دو ري دو، سلم راجع فا مي بيمول ري دو سي بي كار. طبعا هو ركز هنا على السي بي كار، يعتبر نغمه حساسه اهي. وقفنا هنا، هنا بقى هيلعب ما بين السي بي كار والدو. بصوا او كده زي ما بتفضل. يعني خد ايه بقى؟ سي بي كار دو، سي بي كار دو، وهيقوم نازل على طول على المي بيمول اهي. رجع بقى من المي بيمول لغايه اللا بيمول اللي هي هنا، مي بيمول ري دو سي بي كار لا بيمول. تمام، هنركز بقى على لا بيمول وناخد جمله زيها، لا بيمول سي بي كار سي بي كار. تاني ركزنا على سي بي كار، هنرجع بقى للفا. سلم نازل لغاية السي بي كار. يبقى ايه؟ دو سي بي كار لا بيمول سول فا مرتين. أول مرة ركزنا على الصوت، تاني مرة على الفا. طيب بعد كده من الفا هننزل سلم. تمام كده، كده خلصنا احنا الجزء الحجاز كله. هنخش بقى على الجزء الايه؟ على الجزء الرست. الجزء الرست سهل. دلوقتي بقى الركوز هيتنقل لهنا، يعني هنلعب رست كأن احنا بنلعب رست من الجواب وما كناش بنلعب حجاز قبل كده، عشان كده انا قلت لكم هنصور. طيب نشوف كده هتعمل ازاي. طبعا انا ممكن اعمل كده، لكن السحبه دي احسن، ان انا افتح الثقوب بالتدريج بس بسرعه. طيب اعملها لكم الاول عشان تسمعوها وبعدين نقولها واحده واحده. بالراحة بقى. خلي بالكوا بقى هنا لما جيت انا لعبت راست، هنا مش هفتح بقى الربع فتحه، هفتح فتحه اكبر شويه عشان ده بقى سي نص بيمول بدل ما بقى بعد ما كان سي بيمول. طيب يبقى احنا خلصنا الجزئيه دي. نبتدي بقى في الكلام، هنعمله الاول سريع وبعدين نبطئ. بعد كده هنرجع حجاز. هنا احنا الجملة اللي احنا بنعملها دي متكررة، لا تي را را ري را را
تيرا لا لا تيرا، بنكررها 4 مرات نفس الجملة، واحدة فيهم حالية لكن ما تعتبرش مختلفة. طيب أرجو بقى حضراتكم تبصوا معايا هنا، الموضوع كله هيبقى ما بين الدو والفا، ومرة واحدة هناخد الصوت يعني دو فا وهنرجع. خلي بالكم ان انا خدت هنا ايه نبرتين على الفا وقفلت على الدو. هنا رحت للصوت، زي ما شفنا الشغل كله هنا في ال3 ثقوب دول. عشان كده انا قلت لكم احنا هناخد الحجاز مصور عشان العب الرست من هنا، مش هيبقى ظريف خالص ان انا العب الرست من المكان ده، لان انا مش عارف احط حليات ولا تريلات ولا اي حاجه خالص ورا الثقب ده، لان مفيش هنا ثقب بلعب عليه. دلوقتي بقى هنرجع للحجاز، والاستاذ عبد الوهاب هيعمل رجعه جميله. عاوزكم تاخدوا بالكم من ان اللي واحنا راجعين هنعمل سحبات بالنفس. يعني ايه سحبات؟ يعني ابتدي النغمه بقوه ضغط نفس كبير واقللها بالتدريج. طيب ناخد عينه هنا بقى، خلي بالكم بعد ما خلصنا الحته دي هنا بقى السوق ده هيبقى نص. سحبة النفس اهي. هنا رجعت نص سي بيمول. هنا ده 3/4، ده بياتي بقى من هنا، بياتي صوت. هنا رجعت خدت ايه؟ خدت المي نص بيمول، وبعدين هرجع دلوقتي اخد بقى ايه؟ مي بيمول تاني. حجاز بقى سي بي كارو. طيب اعمل لكم الحتة على بعضها. كده هيرجع هو بقى هيعيد الجزء الاخراني في الاغنيه مولاي وروحي في يدي، هيعمل نفس التيمه اللي عملها في الاول، فمفيش داعي نقولها مرتين. تمام. انا حاولت على قد ما قدرت ان انا احاول اوضح لحضراتكم، ومعلش طبعا انا اسف جدا لو كنت قصرت في اي جزء، لان زي ما انتم شفتوا انا بحاول اقرب للكاميرا واقدم الكوله، والوضع كده مش مريح قوي بالنسبه لي وانا بعزف اصلا يعني، لكن انا يعني ما عنديش امكانيات تصوير، انا اسف، احسن من كده ان انا اطلع لكم الكوالة وانا قاعد هنا مثلا مكبرة او كده. فانا اتمنى من حضراتكم، اولا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يكون الدرس ده افاد حضراتكم كمعرفة مقام، وايضا اتمنى نكون احسننا او حتى خدنا مقبول في شرح الاغنية. زي ما قلنا الاغنية فيها حجاز، فيها حجاز من جنس اصل، فيها جنس فرع نهاوند، فيها جنس فرع رست، فيها جنس اصل في مزوره واحده بياتي، ففي 4 مقامات في الاغنيه قلناهم. اتمنى يكون الشرح واضح، وارجوكم ما تبخلوش علينا باللايك والشير والتعليق ورايكم في الطريقه علشان نقدر نحسنها ان شاء الله، ونقدم
المنتج اللي يليق بحضراتكم ويسعدكم بإذن الله تعالى. أنا بشكركم جدا على وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.